هي سنة أخرى تطويها الشبكة العالمية للعلماء الجزائريين إناس، سائرة على طريق رؤيتها المتمثلة في إعلاء راية التعليم في الجزائر. بأيد جزائرية صنعت إناس الحدث وتركت بصمة متميزة من خلال المشاريع والنشاطات التي جرت على مدار سنة كاملة. نوجه شكرنا الجزيل لكل الأعضاء وضيوف الشرف والمؤسسات الصديقة والمتبرعين، لكل الذين ساهموا في إنجاح مساعي إناس النبيلة. النشاطات الحضورية: في سنة 2023 نظمت إناس 6 أحداث حضورية، أبرزها اللقاء الصيفي كيف أنجحوا في كتابة ونشر مقالة العلمية المقام في المعهد العالي للعلوم HIS، كما استضافت البروفيسور أحمد قسوم في محاضرة هل نحن جاهزون لتحديات الذكاء الاصطناعي في معهد آفاق للدراسات والتدريب، وأقامت إفطاراً رمضانياً للجالية الجزائرية المقيمة في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. تشجيعاً للمبادرات المحفزة للابتكار والتصميم، قدمت إناس دعمها لجائزة عمارة ذات هوية لمشاريع تخرج الهندسة المعمارية التي نظمتها مؤسسة المدينة، ومسابقة مشروع الطيران Rocketry Competition 2023 والتي أقيمت في جامعة البليدة. النشاطات الإلكترونية: يعد التقدم العلمي ركيزة أساسية لتبني توجهات مستقبلية مميزة. احتضنت إناس 11 نشاطاً إلكترونياً يخص التكنولوجيا، منها ورشة استخدام الواقع الافتراضي في العمارة والتصميم الداخلي، ومحاضرات حول تكنولوجيا النانو والخلايا الشمسية وخصائص المواد ومناهج التحسين، وكتابة المقالات الأكاديمية. في لجنة الهندسة المعمارية تمت ترجمة المنصة الإلكترونية Planerly المتعلقة برقمنة مستندات مشاريع البناء إلى اللغة العربية، كما أحيت إناس ذكرى تضحيات الشهداء بدعمها لكتاب حول الثورة الجزائرية للمؤرخ محمد زروال، وساهمت في حملة استرجاع سيف الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله. المشاريع الجارية: انطلق مؤخراً مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي في علوم الأرض، أما لجنة النشر فهي تعمل على تأسيس مجلة أكاديمية تعنى بالجديد في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية، ومن لجنة العلوم الإنسانية والاجتماعية ينطلق مشروع واقع الأسرة الجزائرية التحديات والتوجهات المستقبلية. يبرز الخبراء الجزائريون في طليعة الابتكار العلمي، وتحرص إناس على أن تكون حاضنة لمناقشاتهم المثيرة للتفكير والغامرة بروح الابتكار، من الأصالة الثقافية إلى التفوق العلمي. ستستمر الرحلة نحو غد أكثر إشراقاً. إناس تجمعكم مهما بعدت المسافات.